يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الرقاة عندما يقرؤون على المريض يدخلون في حوار مطول مع الجن ويسألونه عن محل السحر وأين هو، فهل هذا الفعل جائز؟ والله ما أعلم عنه هذا، لا أدري عنهم ولا أعرف عقائد هالرقاة ولا علمهم ولا أدري عنهم. كثر هذا الشيء ودخله الطمع والدعاية. نعم، فأنا لا أدري عنه. نعم.